كافانكات تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. الحماية المقربة، هذا المصطلح سيقربنا منه الأستاذ محمد أمين الله، ضابط ممتاز بالمعرض المتعلق بالأبواب المفتوحة. في إطار الإشادة بما تقوم به المديرية العامة للأمن الوطني، لابد أن نقترب أو نقرب لكم الصورة أكثر. اسم الكريم محمد أمين الله، ضابط أم ممتاز، مصلحة الحماية المقربة، قسم أصفار رسمية وحماية مقربة، تابع لمديرية الأمن العمومي. إذا سي محمد أمين الله، المواطن أو نظرة المواطن المغتضبة تتحدث عن جارد كور، عن حارس أمن خاص إلى غير ذلك، ولكن لا نتعمق أو لا نجد فرصة لنتعمق في هذه المهمة بالعمق. هل هي فقط مرافقة الضيوف؟ هل هي حماية سلامتهم الجسدية إلى غير ذلك؟ هل لها ارتباط بالمؤسسات وبالأصفار وبالسياحة؟ كذلك كما يحيل الاسم مصلحة الحماية المقربة، هي فرقة أمنية دورها الأساسي يتمثل في الحماية المقربة لكافة الشخصيات الوطنية والأجنبية الوافدة على المغرب، وكذلك المشاركة في التظاهرات الكبرى سواء كانت دولية أو وطنية، إضافة إلى بعض المظاهرات البروتوكولية التي الأمنية التي تستلزم إجراءات خاصة. نحن في مصلحة الحماية المقربة هدفنا الأساسي هو تأمين زيارات كل الشخصيات منذ الوصول إلى أرض الوطن إلى غاية المغادرة، وكما سبق الذكر إضافة إلى التظاهرات الدولية الأخرى ذات الطبيعة الإجرائية الخاصة. أستاذي لو سمحتم، هل تتحركون خارج التراب الوطني؟ بالنسبة لعملنا نقوم به على صعيد الوطني في 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 إطار التنسيق بين مختلف المصالح التي تتواجد بأرض المملكة فقط. يمكن في بعض الأحيان أن يرافق عضو من أعضاء الفرقة الأمنية أو رئيس الفرقة الأمنية شخصية وطنية خارج أرض الوطن طيلة مدة سفره إلى غاية الرجوع إلى أرض الوطن. هل هناك من تطوير المهارات، تطوير الكفاءات؟ هل هناك من تحديث لقدراتكم في هذا المجال؟ أكيد، بالنسبة للمديرية العامة للأمن الوطني بصفة عامة فهي دائما ما تقوم بتطوير التقنيات ومشاركتها وتشاركها مع المدارس الأخرى. المدرسة المغربية لها تجربة خاصة، لها كفاءة خاصة، لها تقنيات خاصة، كذلك نقوم بمشاركتها مع باقي المدارس الأخرى الأجنبية لتحديثها وتطويرها لتمر المهام في أحسن الظروف في إطار الشراكات التي تنهزها المديرية العامة للأمن الوطني مع باقي الشركاء المعنيين الآخرين. باسم الكاب أنكاتر نحييكم أستاذ أمين الله، ونحن نفخرون بكم كثيرا. أكيد، ونحن نفتخر بكم ونقول لكافة المواطنين مرحبا بكم في الدورة الرابعة للأبواب مفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ونحن في خدمتهم والإجابة على كافة التساؤلات المتعلقة بهم.